مستعدين لحلقة جديدة من سنابل نيوز؟ خلونا نبلش بالعناوين. من لبنان مهرجان الصيف ومشاركة الأطفال. من العراق اختبار خاص من أراكسي إدمو عن المحبة. هل نحن كأطفال لازم نبكي أو البكاء مضر للأطفال؟ من مصر مؤتمر خاص للأطفال. كيفكم اليوم؟ مستعدين لحلقة جديدة من سنابل نيوز؟ مثل ما كلكم تعرفوا برنامج السنابل نيوز منخبر فيه نشاطات الأطفال المسيحيين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مستعدين تنسمع الخبر الأول؟ سبرينغ فاستيفال مهرجان سنوي يقام بلبنان بحيث الناس بتحتفل بفصل الربيع والصيف وبيشارك كتير من الأطفال بهيدا المهرجان. سنابل نيوز كانت موجودة بالحدث. تقرير يلقي الضو. هاي، معكم جنى من سنابل نيوز. نحن اليوم موجودين ببيروت لنغطي The Garden Show Festival. خلونا نعمل جولة سوا. أنا لعبت اليوم وشفت ألعاب كتير وكمان شفت طابة كبيرة. شفت ستاندات حلوين كتير وجونفلاب وكذا قصص حلوين، انه فينا نعمل براسليات، فينا نتسلى بكذا قصص. لعبت بالجونفلاب كتير تسليت، وقتها رجع لورا وكنا رح نوقع كتير تسليت. وكمان كان في كتير 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 عالم، بس حبيت لانه انا في ساعد امي بال بالطبخ الياقورت وما بعرف شو. كتير حلو، كتير حبيت. Live Love Recycle، نحن شركة هدفنا انه نخفف من الريسايكلينج ونبعتهم للشركة كرمال كل شيء نرجع نعيده. So كل شيء عندنا بلاستيكس ورق كرتون كلهم through the application بكبسة واحدة، فعنا الفريق تبعنا بيروح على البيت وبالتلاتين لأربعين دقيقة نكون موجودين. نحن هلأ موجودين بس ببيروت الإدارية، شوي شوي نبلش نتوسع. سو ونحن بس ناخذهم نبعثهم لأركنسيال وهن بيعملون إعادة تدوير، وهيك بنكون عم نساعد لبنان. هو المعرض هيدي السنة الـ15 مثل ما قلتي بنعمله أربعة أيام، كل يوم من الأربعة للساعة 11 بالليل. بقلبه بتخلي كل شيء، بخلي قعدتنا برا تكون مهضومة وحلوة وترندي. إذا منبلش من الزريعة والبلانتات لحديد الفرنتشر، كل شيء أوتدور، باراسوليت، كل شيء بخلي كل شيء لبرا، كل شيء لجنينة، الباربيكيوز، الجازون، كل شيء. كمان في عنا سكشن خاصة بالأخصائيين الزراعيين يلي عم بيكونوا موجودين دايما معنا هون بالجاردن، شو عم بيساعدوا العالم يلي عم تشتري شتول وزريعة انه كيف يحافظوا عليها. كمان في عنا الـRI عم بيوزعوا 5000 شتلة زعتر تكل العالم يكون عندها بلانت ببيتها بمطبخها تطبخ منها دغري. الفاو كمان عم بيعملوا بروموشن على كل شيء اوربن فارمينج. عنا الماستر كلاسز، ورشات عمل عم بتصير كل الوقت مع اخصائيين زراعيين، حتى مع شفية جايبينهم تيطبخوا بالبلانتات الموجودة عنا بجنيناتنا. في عنا سكشن خاصة بالولاد، الولاد كمان فيهم يزرعوا ويعملوا بوتري ويعملوا قصص ارتيزانال، هيك بيتعلقوا كمان بالأرض. ما في أجمل من أنه نزين بيوتنا بالخضار والزهور. إن شاء الله تكونوا حبيتوا جولتنا بـ The Garden Show Festival. كانت معكم جلا من السنابل نيوز. العلاقة مع يسوع المسيح مبنية على اختبار حقيقي من عيشه مع الرب يسوع. أراكسي من العراق عندها علاقة خاصة مع يسوع. تقرير بيعرفنا أكثر. اسمي أراكسي إدمون كاسباريان، عمري 11. هاليوم أريد أحكي لكم عن المحبة والغفران. أنا أجي للكنيسة أتعلم ترانيم وأسمع قصص. أنا سمعت قصة عن يسوع انه لازم نحب بعضنا البعض وما يصير نزعل
ولازم نبقى متقاربين مع بعض. أنا بالمدرسة صديقاتي زعلوا مني وبعد مدى يريدون يحجون وياي، فأني رجعت للبيت مقهورة وشفت إنه هما ما يحجون وياي وأنا كلش ضجت. فاتت 3 أيام وأصدقائي بعدهم ما مصالحين وياي. بعدين جاء بالي عن المحبة، إنه المحبة هو كل شخص لازم يكون عنده، وبيئة التسامح لازم نسامح بعضنا البعض. فأني رحت يوم أصدقائي صالحنا وأني كنت كلش فرحانة ورجعت للبيت وأني فرحانة. أوصل الأطفال اللي يشوفوني إنه لازم يحبون بعضهم البعض ويسامحون بعضهم البعض لأن الله محبة. أسئلة كثيرة عم تطرحوها بحياتكم، ما عندكم جواب لها؟ سنابل نيوز بيساعدكم على الحصول على بعض الأجوبة. واليوم عنا سؤال رح نواجهه مباشرة مع الدكتور أنطوان الشرطوني. مستر أنطوان، بنرحب فيك ببرنامج سنابل نيوز مرة جديدة. يا أهلا ماركوس. في عنا سؤال حابين نسألك إياه. أحد الأطفال عم يسأل، هل نحن كأطفال لازم نبكي؟ نعم. أو البكاء مضر للأطفال؟ اوكي، اول شيء البكاء شيء كثير مهم، يعني وقت عم بشعر انا انه انا حزين او متضايق من شيء معين كثير مهم انه ابكي، لانه البكاء هو بيساعدني كثير انه اعبر عن المشاعر تبعولي وظهر كل المشاعر النيجاتيف تبعولي. فوقت بحس حالي انه بدي ابكي او متضايق من شغله مهم كثير انه ابكي، مش بدي ابكي خلي البكاء بقلبي وما ظهره لبرا، بالعكس لازم ابكي وعبر عن البكاء تبعولي، لانه هيدي شغله كثير اساسيه بتخليني انه انا ارتاح. وكثير مهم وقت بشعر بحالي، وقت بشعر انه انا زعلان او متضايق، كثير مهم روح خبر حدا راشد مثل امي او بيي او حدا بوثق فيه، خبره ليه انا زعلان. ولانه كثير مهم وقت بكون في عندي مشكل وزعلان منه، كثير مهم انه حل هيدا المشكل، اذا متخانق مع صديق لإلي او متضايق من شغله معينه من المدرسه او يمكن حتى متضايق من اهلي، فكثير مهم انه روح خبر حدا بوثق فيه، واكيد هذا الشخص معقول يساعدني انا هو بطريقه بروفيشنال او معقول يوجهني عند شخص متخصص هو بيقدر كمان يساعدني. بس اهم شيء بالموضوع انه وقت انا بشعر انه انا بدي ابكي او انا زعلان أو متضايق من شغلي، كتير مهم إنه عبر بالبكاء مثلاً إنه أنا زعلان. وبذات الوقت ما لازم البكاء يتخطى ويزيد، يعني يزيد بطريقة كتير درامية إذا بتكون. يعني بقدر ابكي شوي عبر عن الحزن تبعولي اوكي كثير منيح، بس مش ابكي طريقه متواصله وطول الوقت، هيدي مش شغله منيحه ابدا وما بتادي لحل المشكله. اذا طول الوقت عم ببكي مش عم بقدر حل المشكله. بعبر عن حزني بالبكاء شوي، بس بعدين بدي افكر وبدي لاقي حل للمشكله او حدا بيقدر يساعدني وبلاقي أنا وياه حل للمشكلة اللي أنا عم بمرق فيه. فالبكاء شيء كتير مهم وأساسي بالحياة، كل العالم بتبكي، كل العالم. أنا بعرف كتير أشخاص كلهم بيبكوا، مش بس الأولاد الصغار أو بس البنات اللي بيبكوا، حتى في صبيان بيبكوا، بس أهم شيء مش البكاء طول الوقت أو الضيق طول الوقت وما حل المشكلة تبعوني، بالعكس لازم ابكي شوي تعبر عن الحزن تبعولي، بس لازم كمان لاقي حل لهالمشكل يلي انا عم بمرق فيه. انا بشكرك يا ماركوس على الاستماع تبعولك، وانا بشكر كل الاصحاب يلي عم يسمعوني وعم ياخذوا بالنصايح تبعولي، واكيد بشوفكم بحلقات جديد. انا بشكرك على جوابك. اذا عندكم مشاهدينا اي سؤال بتحبوا تطرحوه نحن مستعدين انه نجاوبكم. بعتوا لنا اسئلتكم على الفيسبوك او الايميل. مهم نعرف إنه كل واحد منا هو مميز عن كل البشر بالعالم، والله خلقنا كلنا مميزين وبيحبنا كلنا. من مصر، تقرير بيلقى الضوء. ها
هاي، ازيكم يا اصحاب؟ انا اميره من السنابل نيوز مصر. فاكرين قصه داوود؟ فاكرين قد ايه هو كان صغير؟ لكن برغم كده ربنا اداله قوه عظيمه قدر بيها يغلب جولياط الجبار. تعالوا النهارده نشوف اصحابنا في مدينه الفرح. واحنا النهارده في يومنا المميز في سوبر هيرو. احنا النهارده كان هدف اليوم ان احنا نعلم الطفل ان هو ازاي يعتمد على نفسه، ان هو يستمد زي ما هو بيستمد قوته من اكله، ان هو برضو يستمد قوته روحيا من خلال الصلاه والصوم وقرايته في الكتاب المقدس. وبدا اليوم بالصلاه، وبعدين الترنيمه الشقيه والشعار الجميل، وبعدين أصحابنا الحلوين اتقسموا أربع مجموعات، وكل مجموعة كان ليها هدف إزاي أهتم بالقوة الجسدية. داود وشمشون وجلياط وعلاقتهم بالروح القدس وإزاي نقوي الروح. ماسك النبلة بتاعته بالزلط الصغيرة وراح منشن على رأس مين؟ جلياط. وجلياط عمالين. وبرضو جات لنا فكرة تانية إن إحنا حاولنا نفيد الأم معانا، ان احنا جبنا دكتوره سوزان معانا، هي يعني يعتبر مسؤوله في المشوره. طول ما انا كأم او كأب اللي جام مش في ايدي، ولادي هم اللي هيمشوني على كيفهم. في الاخر هيعرف يقول ماما دي حد ما بيقدرش ان هي يضغط عليها. وابتدت تدي للامهات يستفادوا باليوم وياخدوا محاضرات في المشوره، وازاي تعليم الاطفال واي مشكله هتقابلهم هي هتقعد معاهم وتتكلم معاهم. شفنا قد ايه اصحابنا الصغيرين جواهم قوه عظيمه. احنا كنا معاهم في يومهم المميز في ارض الفرح. كان يومنا مميز، شفنا أصحابنا وهم بيصلوا الصلاة جميلة. أمين الذي يسألك وقدس اسمك ملكوتك. وبكده يا أصحابي تكون خلصت حلقتنا النهاردة. أتمنى تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا وعرفتوا أن جوه كل طفل صغير في قوة كبيرة. كانت معكم أميرة من السنابل نيوز مصر. باي باي. دي الأفلام بتضحك نشوفها على شبكات التواصل الاجتماعي، نستعرضها سوا. برنامج السنابل نيوز ما بينسى صوركم ورسائلكم، والصور يلي وصلت لعنا اليوم هن من جونير مرقص وماروسكا. ما تنسوا تصوروا حالكم وترسلوا لنا صوركم ورسائلكم، نحن بانتظارة. أنا كتير زعلان لأنه خلصت حلقتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم، شوفكن بحلقة جديدة.